السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير، اموركم مزيان، صحتكم بخير، لان الصحه هي اهم حاجه. اول حاجه قبل ما نبدا الفلوغ وقبل ما نبدا معكم الروتين ديال هذا النهار، بغيت نشكركم كل وحده بسميتها اللي الله يخطيكم. شكرا على الدعوات الخير اللي دعيتوا لي مع بنتي، الحمد لله البنات راها ولات شويه لاباس، ماشي كي كانت مسكينه. دازت عليها ودازت عليها ديال بصح، دازت عليها ديال بصح والله، تعذبات ولكن الحمد لله دابا راه ولات لاباس. لهلي خطيكم البنات وشكرا لكم من القلب. من بعد غادي نعاود لكم حتى نتوما شنو كان وقع بالضبط باش هكا تردوا البال. المهم انا اول حاجه كنت كنشارك معكم واحد التغيير بسيط درته هكا لوحدي، بدل النفسيه شويه. درت هاد لي بتيكوسان هادو، خديتهم جداد، راني ديجا حطيت لكم بهم فيديو في انستغرام، خليت لكم حتى لاباج منين خديتهم. صراحه جاوا زوينين، وراكم عارفين فاش كتبدلوا غير حاجات بساط في الدار، واخا دابا بحال غير لي بيتي كوسان في الصالون ولا في سيجور، راه تبارك الله كيبان واحد التغيير، يعني كتباني بحال اللي بدلتي الفراش. المهم هنايا اول حاجه جيت نديرها من بعد ما جمعت الدار، جيت لهذا المجر هذا. كل نهار كنقول اليوم غدا غنجمعوا، اليوم غدا غنجمعوا، قلت هذا النهار خصني نجمعوا، لانه هاد الشيء ان شاء الله غادي نمشي للسوق باش نتقدى العطريه، خاصاني شحال ديال العطريه، تقريبا كاع زعما الاساسيات ما بقاوش عندي، بحال التحميره، سكينجبير، الخرقوم، المهم كاع الاساسيات كما قلت لكم ما بقاوش عندي. ايوا قلت ضروري خصني نجمع هاد المجره هذا ونقيه مزيان مزيان. بالنسبه لهاد السفوريه اللي كتشوفوا راها ما كتبقاش، واخا صراحه راه كنقول كل مره غادي نكوموندي هذاك البابي اللي كيتفرش في المجوره وصافي كيخرج بالي وكنساه، مازال ما خديتوش صراحه. ولكن كيما قلت لكم راه هاد السفوريه ديال العطريه وهاد الشيء راه ما كيبقاش. كنستعمل هاد البرودوي هذا ديال كاليون، راه ديجا هضرت لكم عليه، صراحه ايفيكاس بيني وبينكم، هذا ديال البوتاجي، كنرشو وكنخليه بلاتي واحد، ما كنمسحوش ديك الساعه، كنخليه واحد تقريبا ربع ساعه هكا حتى كيتفاعل مزيان مزيان، وكنمسح وراه كيحيد كاع ديك السفوريه. نتوما غتشوفوا من بعد راه المجر تنقى ليا مزيان مزيان. صافي انا جيت نغسل هذوك القريعات باش هكا لقيت اللي نجيب العطريه ونتقدى، لقى كلشي موجود. هكا تبقاو ديروا البنات نهار تبغيو تقداو ولا للثلاجه، وانا بالنسبه للعطريه بحال هكا فهمتوني كتسهل عليك القضيه، يعني فاش كتجيبي التقضيه ديالك كتلقاي كلشي منظم كلشي نقي، غير كتجي وكتستفيهم ما كتعكزيش عليها نهائيا، ماشي بحال اللي كنخليو الحاجه حتى كنرجعو وكتكوني اصلا عييتي من السوق وعييتي من التقضيه، لقيت اللي كترجعي صافي كتقولي واخا خليتها من بعد. هاد القضيه بقيت ديروها النهار اللي تبغيو تقداو. البلاصه اللي غادي تحطوا فيها التقديه خبلوها، زعما سواء البلاصه فين كتحطوا التقديه اولا كيما قلت لكم نفس الشيء للثلاجه ونفس الشيء للمجوره بحال هكا. المهم غادي غير نسالي وغنوجد معكم واحد الغديوه اللي غادي تعجبكم، ساهله وكتوجد دغيا دغيا. غير من المقادير اللي حتى تعرفوني شنو غنوجد اليوم، غادي ندير النودلز على الطريقه الاسيويه، كيجيو بنانين وغزالين ما تشبعوش منهم وسهلين وغير كيوجدوا تقدموه في الغداء ولا في العشاء. اول حاجه درت شويه زيت روميه، درت شويه ديال سكينجبير هو والثومه، كنشحرهم ولول في ديك الزيت، غير هو ردوا البال مع الثومه لا تحرق لكم، لانه الا تحرقات راه كتعطي واحد المذاق اللي مر وخايب في هذه الوصفه، يعني ردوا البال. هنا غيبان لكم بدلت البوطه من بلاصه البلاصه، لانه كيخصني نطيب هاد الوصفه هادي ولا هاد الاكله على عافيه اللي تكون مجهده. صافي وحولت للجهه الاخرى. هنا من بعد ما تشحروا لي شويه ضفت عليهم طريفات ديال الصدر ديال الدجاج كما شفتوا معايا، شحرته حتى هو شي شويه، وغادي نبدا نضيف الخضره بشويه بشويه. اول حاجه درتها هي الفلفله الخضراء كما شفتوا معايا، وكلشي قطعته طويل بحال هكا، شحرتها شويه. من بعد ضفت عليهم خيزو حتى هو قطعته بنفس الطريقه. من بعد ضفت البروكولي كما شفتوا معايا. صافي وغادي نخلط داكشي كامل وغادي نغطي عليه واحد شويه تقريبا المده ديال ربع ساعه، غير بما شد ليا طيب شويه داك خيزو كيكون شويه قاسح، نتوما راكم عارفين. صافي من بعد كتزيدوا لي صوص اللي كاينين عندكم، لي صوص اللي باش كنطيبوا الاكل الاسيوي اللي كتبغيو زعما تقدروا تضيفوه. انا جوج ديال لي صوص اللي كانوا عندي، كانت عندي هاد لاصوص هذيك خديتها من المرجان، والاخرى خلاص راه الصوجا درت ضفت ليهم شي شويه الملحه، ما درتهاش لان صويا صوص راه كتكون مالحه، ما درتش كاع الملحه البنات نهائيا. صافي ومن بعد كنضيف هذوك النودلز اللي ديجا كنت انايا سلقتهم
وها هي الأكلة ديالنا وجدات، عرفتوا يا البنات كتجي لذيذة متشبعوش منها، كتجي خطيرة. شوفوا إلا كان عندكم لي شامبينيون زيدوهم، تا هما كيجيو زوينين لي شامبينيون نواغ. أنا صراحة ما كانوش عندي هاد النهار، صافي اكتفيت أنني ندير فيها غير الخضيرة بحال هكا. أنا على الأقل بعدا هادي كياكلوها لي بناتي وكيبغيوها، كيبغيو أنا أي حاجة فيها الشعرية ولا فيها لي بطرة هما تلقاهم كياكلوها. المهم هكا كندخل ليهم خضيرة وصافي. من بعد زينت بواحد شوية ديال الزنجلة بيض كيما شفتو معايا من الفوق، كتجي بنينه. جربوها وردوا لي الخبر. غير تغدينا وتشهيت شي حاجه حلوه وقلت نصايب براوني، غنشارك معكم الوصفه ديالو. هذه وصفه كوكيدو كتجي غزاله ودغيا كتوجد، زعما دغيا كتوجد الوصفه، ما كتشدش معايا الوقت نهائيا. غنوجدوا منها ناكل منه كيما قلت لكم، حيت بغيت حاجه حلوه وبنينه، وفي نفس الوقت غادي نخلي منه باش هكا نبقى ندير منه لصوفيا في الكوتي. دابا غنبداو على بركه الله. هادشي باش زوين الثيرموميكس البنات كتشهيش حاجه دغيا دغيا كتوجديها. كنت كنوريكم هنا بالنسبه للشوكولا، هذا هو باش كنخدم. راه دائما كان زعما كنوريكم هاد لا مارك هادي. حاولوا انكم ديروا شوكولا اللي تكون النوعيه ديالو جيده باش تطلع لكم الوصفه بنينه وزوينه، وتكون نسبه الكاكاو، اسمحوا لي، نسبه الكاكاو فيه 70% للفوق. المهم كما قلت لكم انا هذا صراحه كندير به جميع الحلويات وجميع الوصفات اللي كنبغي ندير، كيصدق ليا زوين. صافي هنا اول حاجه طلبوا لي الشوكولات. المهم انا غنخلي لكم المقادير مضبوطين، غنكتبهم لكم باش هكا الا كنتو غادي تجربوا. تبارك الله راه كيخرج كميه كثيره، لان راه فيه 6 البيضات، كيخرج كميه زعما مزيانه وكيجي لذيذ ومعلك، ما تشبعوش منه نهائيا. نرجع معكم البنات للموضوع ديال الغازان، ونهضر معكم على المشكل شنو وقع بالضبط باش هكا تردوا البال حتى نتوما. الناس اللي متبعيني في الانستغرام كنتشارك معكم كلشي. تعقلوا النهار فاش كانت مريضه رازان، كان جا داكشي بالحد سبت واحد. المهم بدا هذاك الشيء صراحه من الجمعه في الليل السبت لحد انا شتا تزيرات، صافي ديتها عند الطبيب. راكم عارفين لحد ما كاين حتى شي واحد زعما خدام في لي بيدياتر الا لا كلينيك، كنت مضطره باش نديها للكلينيك. دونك عيطوا لي لواحد البيدياتر اللي انا ما تنعرفوش، ماشي الطبيبه اللي انا ديجا متبعه زعما البناتي معاها. مشيت انا على اساس زعما كنمشيو عند الطبيب راه هو عارف شنو كيدير. تخيلوا معايا خرج لي هاد الدواء، بقيت كنعطي للبنت صافي. من بعد انا ما بقيتش ديتها للطبيبه، قلت انا راه صافي زعما خرج لي هاد الدواء راني متبعه ليها. بقيت كنعطي للبنت الدواء لمده 4 ايام، ما كاينش تحسن، بالعكس ماشي التحسن اللي كاين. تخيلوا معايا الحاله ديالها مسكينه، غدا وكتزاد فما داك الحب غادي وكيطرطق ليها وكيزيد. سخانه حيدات، ولكن المشكل ديال فمها ما خلاهاش كتاكل. البنت كتب لي غدا وكتضعف غدا، صافي بقى فيها غير الرويس اللي كيبان، وما كتسكتش ليا لا بالليل لا بالنهار. قلت لكم دوزنا واحد السيمانه العذاب، زعما الله يجعلها مغفره للذنوب ويسمح لنا من حق الوالدين يا ربي امين. من بعد قلت بلاتي غادي نديها للبيدياتر ديالها ونشوف عاوتاني شنو زعما نشوف شنو غتقول ليا. تخيلوا معايا فاش ديتها يا البنات، تصدمات فاش شفت الدواء بهذا المعنى قسما بالله. قالت لي شكون اللي عطاها هاد الدواء؟ قالت لي واش فراسك هاد الدواء اللي كتعطي لبنتك واش كيزيد يهيج ليها الحاله اللي كاينه في فمها؟ تخيلوا خرج ليا لونتيبيوتيك ما خصهاش نورمالمون تاخذ اونتيبيوتيك، هذاك كان فيروس اللي كان خص زعما السخانه تهبط، وفي نفس الوقت دار غير بوماده باش هكا تبرد عليها الحريق. هو خرج ليا بوماده اللي كانت خانزه حشاكم، وانا كنت كنقول معليش زعما غير تبري لي هذاك الشيء، مي فريمون اش نقول لكم، حس بي الله ونعم الوكيل وصافي. والله العظيم ماشي اي واحد يستاهل كلمه الطبيب، مع الاسف مع الاسف. وفاش بارطاجيت هادشي مع البنات في الانستغرام، راه شي حالات شاركوا معايا، انا بقيت بعدا مصدومه والله البنات، الا بقيت مصدومه. المهم عاد من بعد كما قلت لكم، فاش خرجت لي الطبيبه واحد البوماده اخرى وخرجت لي البيكربونات، كنمسح ليها فمها باش هكا يتعقم ليها، عاد بدا كيبان ليا تحسن في البنت. عاد بانت ليا بدات شويه مسكينه كترجع الصحه ديالها. تخيلوا معايا الوقيته فاش كانت مريضه، راه نقصت بريسك 3 كيلو. فاش مشيت ديتها عند الطبيبه وعبراتها قالت لي راه بنتك نقصات بزاف، قلت لها راه ما كتاكلش نهائيا. المهم دابا كيما قلت لكم راه الحمد لله. المهم الله يحفظ لكم وليداتكم يا ربي امين، وردوا لهم البال، ردوا البال هذه القضيه ديال الادويه اللي كيخرجوا الاطباء. راه شنقول لكم، راه بعض المرات كيوقعوا شي مشاكل والله العظيم، الا شي حوايج كيما قلت لكم انا اللي بارطاجو معايا البنات في الانستغرام زعما صدموني ديال بصح. ايوا الحمد لله على كل حال. ها هو البنات البراوني من بعد ما طاب كما كتشوفوا، دابا راه تقريبا صافي برد، خليته حتى برد عاد غادي نحيدو من المول. شوفوا كيفاش كيجي، عاطو راه كيجي خطير. ردوا البال غير في الطياب ديالو، ما تفوتوش ليه. انا 25 دقيقه بالنسبه ليا كافيه في الفران ديالي.
باش ما كيجيناش ناشف من الداخل، فهمتوا؟ كيبقى هكذا معلك وزوين، كيجي خطير مع قهيوه ما شهيتكم. انا غنحيدو من المول دابا ونقطعو ونوريكم كيفاش كيجي. المهم هذه الوصفه راه ناجحه 100%، اللي كتحمق على البراوني جربوا هذه الوصفه اللي بارطاجيت معكم اليوم ديال كوكيدو، كتجي خطيره وكتجي بنينه وزوينه بزاف. قولي لي الرأي ديالك. هاكي كبرتي القهوة وبغيتي السكر؟ لا 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 السكر. كي جات؟ يصحى الراحة. هاكي ما فيها السكر الأول. شكرا. هنا راه كنت انا وفوزيه اختي راه سمعتوها عجبها البراوني صراحه. انت انا كتعجبني هذه الوصفه، هذه كتجي غزاله شهوه منها. المهم جلسنا شربنا قهوه ديالنا في خاطرنا وجيت انا نطلق البخور. انا كيعجبني فاش كنكون جالسه هكا جالسه مرتاحه في خاطري وكنجمع نبقى نشم ريحه البخور. انا هذا الشيء من الطقوس اختي اللي كندير ديما فاش كنكون جالسه مرتاحه. هنا كنت كنوريكم البخره الجديده ديالي، هذه خيتها من عند بيت الخليل، هي والتعليكه الملكيه هي اللي طلقت. عرفتوا يا البنات ديك التعليكه الملكيه واحد الريحه فيها راه ما يمكنش حل زوين. واخا نوصف لكم الثاني يعني نقدر نقول لكم هي النمبر 1 عندي في البخورات كاملين اللي جربت حياتي كامله. واحد الريحه، واحد الريحه كتهبل. بغيتكم تشموها والله العظيم الا مشيتو بعدا تما يقولوا لهم يطلقوا لكم هكا شويه وشموا وريحتها كتحمق. العطريه عرفتو جلست هاد المره حتى ما بقى عندي حتى شي حاجه د العطريه، بغيت نسال عليا كلشي. غنمشي عند عطارات ابو حمزه نتقدا داكشي اللي خاصني. هاي هاي لاباس عليكم؟ بخير دايرين؟ مزيان كونسونطري مع السوق. عرفتي جيت سوقتي كنت شوفي هذا كتقولي امينه ما كتسوقيش. شوفوا انا فاش كتكون فوزيه الله يرحمني الوالدين كتهنيني. انا ماشي من الناس اللي كيعجبني نسوق غير باش تعرفوا، كنسوق في الضروره القصوى الا كاينه بوحدي ما عنديش كي ندير. يا اختي كنمشي كنقضي غرض. اما انا تخيلوا معايا راه السوق تيعصبني، تنحس براسي كنتعصب ملي كنكون في صيقه. داكشي اش كتكون اختي الجميله كتكلف ولا فاش كيكون عزيز كنزيدو عند السكر ولا راجلي حتى شتو الا كان عزيز انا ما كنسوقش حتى انا. المهم واحد ينوب عن الاخر. ايوا صافي. المهم غنمشيو للسوق لحد كما قلت لكم نمشي عند عطاره ابو حمزه خاصني العطريه غنتقداها وخاصني شحال من حاجه اخرى املو حتى هو غادي ندوز عند مناحي الارض الطيبات. المهم خليكم معايا ان شاء الله حتى ندخلوا للسوق. راك تقولي الدنيا اليوم سميتو اليوم الحد شتي علاش؟ السوق وي بصح واش غنلقاو بلاصه بلاصي ولا لا؟ ان شاء الله ان شاء الله. اول بلاصه جيت ليها هي مناحي الارض الطيبات. هنا خلاص راكم عارفين كيديروا املو ارغان، الحاجات اللي ما كيخطرنيش في الدار. املو ارغان زعما اللي بغيتو والعسل بجميع الانواع ديالو. بغيت نوريكم واحد الماسك انا خليته من عندهم وتبعته رائع جدا ديال عرقسوس. جبدي عليا نوريو عاود للبنات. شوفوا اللي تكرفصات ليها الشميشه على الوجه ديالها في هذا الصيف هذا عرفتوا راه ما يمكنش. فممكن كديري كيصفي لكم البشره ورائع جدا. ها هو ديروا لي سكرين باش هكا الا جيتوا هنايا للمحل توريوه ليهم ويعطيوه لكم. هذا غزال يا البنات عقلوا عليه. المهم هذا من بين الحوايج الزوينين اللي كنت بارطاجيت معكم زعما وجربته صدق ليا زوين مع البشره ديالي. خلاص بالنسبه للحاجات راه كاين كل ما يتعلق بالبشره ياك، من لاكار من لوجه من كلشي. كاينين لي ماسك كاينين الكوماجات. شوفوا تادو صدقوا زوينين يا البنات، هادو فنين باش كتعطروا هكا لوكور ديالكم مور ما كتغسلوا. هذا راه زيت ارغان كل واحد بريحه. انا ولكن خديت انا بلي فخوي والغاردينيا ريحتهم كتحمق. هادو حتى هما ننصحكم الا جيتو زعما غير شموهم غادي يعجبوكم بزاف بزاف. شوفوا بالنسبه للكوماجات كاين العكر الفاسي كاين النيله. المهم خذوه على حسب نتوما وشنو يجيكم مع البشره ديالكم. كاين واحد الغزاله هي اللي غتعاونكم بيان سيغ في الاختيار. ما يقولوا لي جينا من طرف امينه طلع فيكم ياك ضروري. شوفوا البنات بالنسبه للعسل تبارك الله ما شاء الله راه عندهم اشكال وانواع ديال العسل. شوفوا 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 كاين ديال التداوي كاين زعما اللي تقدروا تاكلوا كل نهار
تبارك الله ما شاء الله ما عندي ما نقول. خلاص بالنسبه للمحل راه كان ديجا صورت لكم فين يدخلوا مع الباب ربعه يدوروا لها هكا راه كيجوني سنيك جيوني نيشان مع الباب ربعه ما ديروا حتى شي زنيقه جيو غير نيشان حتى يبان لكم راه غتبان لكم بلاكه فيها مناحل ارض طيبات. ودخلوا للمحل وجيو قول لهم من طرف امينه ندير لكم اثمنه زوينين وجيو مرحبا بكم البنات راه تبارك الله المنتوجات ديالهم فريمون فنين املو ديالهم رائع جدا. كاين واحد الكريم اللي كتستعملوا القديمات حتى هو غزال ما درتش كنت نقول لك غير قولي فريمون واعره هذا حتى هو هذا راه بالعكر الفاسي اللي كتبغيها كان يبقاو على القديمات ديالها حمامرين ومرطبين. كاين هذا شفتو انا يا اختي تصوري صوري شكون دا شوف شكون دا شوف لا 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 مرحبا هادشي دابا تلقيت انا سعيدة راني يمكن لا 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 حاشا 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 عيد ميلادات شوفي اختي صافي والله اختي الله يبارك فيك والله الا والله العظيم الله يبارك فيك الله يبارك فيك الله يبارك الله 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 يبارك الله يبارك الله الله بلا جيت ناخذ العسل هاد المره خديت ديال الليمون هو راه كاين عندهم كما كتشوفوا هي كتجمع ليا سميره لا كوموند خديت ديال الزعتر قالت لي هذا راه تقدري تخدميه الدواء يعني الا كنتي هكا مريضه كيما تقدري تاكلي زعما ديال كل نهار راه زوين. دابا بدا كيبرد الحال والعسل شي حاجه مهمه ملي كتدخلو هكا في زعما في الماكله ديال كل نهار فريمون كيعاون والله العظيم كيعاون وكينفع حتى على حساب الوليدات. كما قلت لكم خديت هذا وهذا المهم تمشي للدار غنوريكم لا كوموند. خديت املو حتى هو وخديت دي برودوي هكا كوزميتيك المهم فاش نمشي ان شاء الله راه غادي نبارطاجي معكم شنو تقديت. هادي هادي زوين هادي كتشرب كوم تيزان. دابا نقول لكم زعما كيفاش تقادوها في الدار وتشربوها من الليل الليل غزاله شنو كتقاد حتى لي زغمون. شوفوا علاش بغيت ناخذها انايا هادي قبل ما تنسي حتى هي هادي زوينه اللي عندها الارق اللي عندها خصها الارق تاخذ الويزه راه كتعاون في الاسترخاء وفي النعاس. دخلت للدار البنات انا غنشارك معكم دغيا دغيا شنو خديت من السوق لان راه خصني مازال نمشي نعشي البنات ونعسهم نتوما راكم عارفين. بالنسبه لمناحي الارض الطيبات مشيت خديت املو والعسل مشيت اصلا على وديت العسل. العسل انا مهم بالنسبه لي يكون عندي في الدار صراحه شو اي حاجه كنبغي نحليها لبناتي كنحيد لهم السكر كنعوضها لهم بالعسل. انا هنا خديت العسل ديال الليمون كما كتشوفوا وخديت هذا العسل الاخر هذا ديال الزعتر هذا راه زوين حتى في التداوي يعني اللي كان مريض اولا يقدر يستعملو سينو تقدروا تاكلوه حتى كل نهار راه زوين يا البنات. عندهم ديال الاعشاب ديال الكاليبتوس اي نوع ديال العسل تبغيو عسل حر. فاش كنقول حر البنات راه عسل حر انا جربته فاش كنت مريضه زعما كناكلو الحمد لله الحلق ديالي كنحس به زعما فيه تحسن. واي حاجه هكا كنبغي ندير شي تيزان اولا كندير واحد المعلقه ديال العسل كنحلي بها راه فريمون زوين بزاف. ممكن ما قلت لكم جميع انواع العسل غتلقاوهم عندهم تما. وخديت املو البنات حتى هو ما خديتش هذا
ما خديتش زيت ارغان لانه مازال كاين عندي، خديت اعملو لان زيت ارغان تاهو عندهم زوين. الملح كيسولوني على زيت ارغان شي حاجه على حقه وطريقها، سيروا الملح عند مناحي الارض طيبات راه عندهم زوين تبارك الله. بالنسبه للحاجات ديال الكوزميتيك كنوريكم شنو خديت. خديت هذا البخاخ ديال لوبان الذكر، صراحه شكرت ليا البنت اللي تما قالت لي زوين، قالت لي كيرد الوجه كيضوي. المهم انا خديته باش نبقى نستعملكم تونر. ها هو تنقول لكم دائما الحاجات الطبيعيين ما تخافوا منهم، الا ما نفعوكمش ما غيضروكمش نهائيا، راه كيكونوا غير طبيعيين نتوما عارفين. خديت البنات هاد الصابونه ديال النيله الزرقاء، شوفوا اللي بغات تبيض هاد الصيف الشميشه تكرصات لي على وجهها، خذوا هادي راه كتبيض وكتحيد حتى البقع الداكنه اللي كيكونوا في الوجه. راك تعرفوا النيله سيرتو ملي كتكون نيله على حقها وطريقه راه فريمون كتعطي نتائج زوينه. المهم خديت هادي، خديت لاله الزعفران الحور كنحتاجو في الطياب، كنديرو حتى في اتاي انايا. خديت القماجات، هاد القماج ديال التين الشوكي كما كتشوفو، خديت واحد جوج ديال الماسكات. هذا ديجا مجربه غزال ديال عرقسوس كنستعملو على وجهي، خطير يا البنات. هذا شوفو اي حاجه تلقاو فيها عرقسوس خدوها، لان عرقسوس راه فيه شي مواد اللي زوينين للبشره ديالنا صراحه، كيعطي نضاره وبياض للبشره اللي رائعين جدا واشراقه خطيره. خصكم تبقاو تبعوا الحاجه. هذا كديريه هو تيجي بحال كريم، كديريه على وجهك كتخليه كينشف صافي وكتغسليه. هذا جربته وعادك شي علاش عاود خديته. هذا اللي اول مره غنجرب حتى هو، تنجربو نقول لكم كي جا. هذا ماسك ديال الارغان، قالت لي تا هو السيده راه زوين بزاف، قالت لي امينه خديه وجربيه. انا هي فاش كتشكر لي شي حاجه كنمشي كناخذها صراحه. صافي هادشي اللي خديت عند مناحي الارض الطيبات. وفاش كنت عند عطارات ابو حمزه راه خديت العطريه اللي خاصاني، خديت صراحه كاع العطريه لان تقريبا صافي كلشي تسالى ليا، البزار الكامون، خديت القهوه يا البنات قهوه عنده خطيره كيقاد لي على حقها وطريقها، خديت سكينجبير القرفه التحميره القزبور، المهم كاع العطريه تقريبا راني خديتها. خديت شويه د النافع، شويه حبه حلاوه، المهم هادو كنحتاجهم كنبغي ندير القراشل. خديت الكركادي، هذا راه قلت لكم البنات زوين، الناس اللي عندهم مشكل ديال لي زومون ما مقادينش بقاو ديروا كومتيزان وشربوه في الليل زوين. المهم من بعد نوريكم كيفاش كندير ليه انا. خديت شويه الزنجلان بيض، خديت هذه الزعتره هذه كتحمقني انا في القهوه، كنبغي ندير القهوه مطبوخه كندير مع شويه الزعتره، الزعتره ماشي الزعتر، الزعتره وتلوح فيها عويد ديال القرفه كتجي بنينه ومن السماء ما نعاودش لكم. خديت شويه سكينجبير طري، خديت الثومه، وخديت البنات هاد الزيت، هذا زيت جوز الهند. الا تتعقلوا على هذا صراحه انا مش حال هذه كنت كنستعملو اي مؤخرا زعما هاد السنين الاخره كلها ما بقيتش كنلقى داك الاصلي، عرفتوا فاش لقيتو؟ والله الا فرحت لان كنت كنديرو لشعري زوين، عرفتي كيخلي الزغبه مطلوقه. وتا الناس عندهم مشكل ان الشعر ديالهم ناشف، هذا راه ينفعكم. خديتو بزاف دابا على قبل صوفيا بقى ندير لها الاطراف ديال شعرها من التحت فاش نبغيها كنغسل ليها، وراه هذا تقدروا تستعملوا حتى في الاكل، هذا راه تستعملوا حتى في الاكل زعما طيبوا به وكلشي. هادي بنتي سبعة كملتي الدوبور ديالك؟ درتي كلشي داكشي اللي عندك؟ كملتهم، درت لي الدوبور ديال الأدوية والفرنسي. شنو هي أختك؟ كتلعب في البيت. أش بغيتي ندير لك العشا؟ طيب لك لي نوكيت؟ نوكيت وسلاد؟ صافي أنا سيرتي مع صوفيا مع رزان، قلتي مع رزان نسالي هادشي دغيا ونصايب لكم شي وزوينة. صافي بنتي؟ صندوق. شوفوا البنات واش مصيبه صوفيا، شوف العنب والسرولين نص حامضه وسنيده. شنو هذا فين شفتيه؟ قالت لك انا لا شفتو في تيك توك ترند تيديروا، قالت لك العنب الخضر تديروا عليه السنيده والحامض وكتخليوه في الكونجيلاتور حتى كيجمد بحال هكا. صندوق. بسم الله. زوين واعر ديما كنديرها، والله الا زوين. ما تعطيش لغازل منه. ها هنا البنات غنسد معكم لا فيديو، ما بغيتش نطول عليكم صراحه اكثر من هكا، غنقول لكم بسلامه وان شاء الله حتى نتلاقاو في فيديو اخر.